السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو هذا غادي تشوفوا معايا كيفاش كتحسب نقطة ديبلوم التكوين المهني، وعلاش خاصني نركز بزاف في الامتحانات. عندنا لي كونترول، وعندنا لي فان دو موديل، وعندنا اكزام فان فورماسيون. اول حاجة اللي بغيت نقول لكم هو انكم ما تفقدوش الامل الا ما جبتوش لي كونترول مزيان، اولا جبتو دي نوت هابطين في الاكزامان فان دو موديل. اللي نقدر نقول لكم هو انه امتحان اخر تكوين اللي كيكون في الاخر ديال العام الثاني اللي هو اكزامان فان دو فورماسيون كيكون اولا كتكون عليه واحد النسبه كبيره ديال النجاح، لحقاش عنده هو المعامل طالع. والسبب هو اللي غادي تشوفوه معايا ملي غادي نحسبوا النقطة ديال هاد ديبلوم. ولكن هذا ما كيعنيش باللي اولا الامتحانات لي كونترول اولا لي اكزامان فان دو موديل ما عندهمش اهمية، بالعكس لحقاش لي كونترول ولي اكزامان فان دو موديل والنقطة ديال الحضور كيعاونوك باش انك تجيب واحد النقطة نقولوا ليها مزيانة، يعني تجيب نقطة طالعة، تجيب مونسيون او لا تجيب تخي بيان، دونك على حساب النقطة ديالك. دونك الا خدمتي في لي كونترول مزيان وخدمتي في لي اكزامان فان دو موديل وما خدمتيش في فان دو فورماسيون، نقدر نقولوا بلي انك غادي تجيب واحد النقطة يلا غادي تنجح بها، مثلا ديك 10 مثلا. لحقاش راه ناكد لك ونعاود ناكد لك باللي اكزام فان فورماسيون واللي تكون عليه نسبه النجاح كبيره، ولي كونترول مع فان موديل كيعاونوك باش انك تجيب نقطه مزيانه، تجيب مونسيون اولا تري بيان. لحقاش اولا هاد النقط هادو فاش كتحتاجهم؟ كتحتاجهم باش انهم كيخليوك تدخل إجازة المهنية، لحقاش إجازة المهنية لا ليسونس بروفيسيونيل كطلب واحد لانوت، دونك واحد لانوت أولا ملي كيديرو واحد ملي كيبقاو يديرو على حساب لي نوت، يعني واحد جاب 14 وواحد جاب 12، دونك راه غادي يهزو داك اللي جاب 14، دونك كيديرو واحد لا سيليكسيون على لي نوت. وكذلك كاينين دي كونكور كيمشيو على لي نوت، كيبقاو مثلا عندك 17 جبتي 17 من ديبلوم كيعطيك واحد السكور واحد النقطه، مثلا هذا اللي جاب 17 غنعطيه واحد السكور ديال 10، هذا اللي جاب 15 عنده واحد السكور ديال 8، وحنا غادي دونك راه كنشوفها بزاف في هاد السكور هذا ديال لي نوت، وخصوصا في الكونكور ديال الضمان الاجتماعي كان في هاد لا سيليكسيون هادي ديال لي نوت. دونك المهم كيفاش دابا غادي كتحسب هاد لي نوت؟ اول حاجه عندنا لي نوت موي دو دوزيام اني لي كونترول لي اكزامان فهاد موديل اي ديسيبلين. ديسيبلين متعلق بالحضور وبالمشاركه، كيكون الكوفيسيان ديالو هو 3، يعني الكونفيسيان ديال نوت مويان ديال دوزيام اني هو 3. كيفاش؟ مثلا جبت انا 14 على 20 في لي نوت، دونك اشنو كيديروا هما؟ كيديروا 14 في 3، 20 في 3 كتعطينا 42 على 60، دونك هذا هو نوت ديال دوزيام اني. اش كتبقى لنا دابا؟ كتبقى لنا لا نوت ديال برومي اني. الاعوام اللي كانوا قبل كانوا يزيدو حتى الباساج، يعني كيشدو النقط ديال لي فان دو موديل مع لي كونترول وكيزيدو النقطة ديال الباساج. دابا مؤخرا ما داروش لي باساج اللي كيكون في الاخر ديال العام، العام الاول، دونك ما كاينش فهاد لي دو اني اللي دازو، دونك يعني كيعتمدو على لي فان دو موديل مع لي كونترول مع ديسيبلين، دونك كيكون الكوفيسيان ديالها هو 1، دونك كتبقى هنايا 13 على 20. اخر حاجه عندنا هي لا نوت مويان ديال اكزامان فان دو فورماسيون، الكونفيسيان ديالو هو 5، مثلا جبنا 70 على 100.
دابا كيفاش كتحسب هاد لانوت هادي؟ دونك لانوت دو دي بلون هو كيشد هاديك النقطة ديال دوزيام اني كيزيدو عليها النقطة ديال العام الأول كيزيدو عليها النقطة ديال فان فورماسيون كيقسموها على المعاملات ديالهم على ثلاثة زائد واحد زائد خمسة معامل ثلاثة ديال دوزيام اني معامل أن ديال بخوميي اني معامل خمسة ديال إكزامان فان فورماسيون دونك كنديرو 125 مقسوم على 9 كتعطينا 13.88 دونك هذا راه فايت المونسيون دونك هكا كتحسب لا نوت مويان ديال ديبلوم تكوين المهني وكنتمنى لكم ان شاء الله باش تجيبوا واحد النوت اللي تفرحكم وتأهلكم لي ليسونس بروفيسيونيل اولا لي كونكور.